الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أبنائي طلاب الصف الثاني المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ اليوم في حل تقويم الوحدة الأولى. السؤال الأول يصحح الطلبة العبارات الآتية: ألف، تنسب الدولة الأموية إلى مروان ابن الحكم ابن أبي العاص. هذا خطأ، يبقى هنكتب إيش؟ تنسب الدولة الأموية إلى أمية ابن عبد شمس. أمية ابن عبد شمس. ب، مؤسس الدولة الأموية هو عمر ابن عبد العزيز. من هو المؤسس يا أبطال؟ أحسنت، معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. طيب، جيم، استمر عصر الدولة الأموية 50 سنة. 50 سنة خطأ، 91 عاما. 91، نعم. انتهت الدولة الأموية على يد العباسيين سنة 119. طبعا سنة 119 خطأ، 132. ممتاز. السؤال الثاني، يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي: تولى الخلافة بعد الخليفة معاوية ابن أبي سفيان. ابنه إيه؟ يزيد. يزيد ابن معاوية، نعم. طيب، ب، يرتبط نسب عمر ابن عبد العزيز من جهة أمه بالخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. طيب، وصل الإسلام إلى حدود الصين شرقا والأندلس غربا في عهد، هل هو معاوية أو الوليد أو عبد الملك بن مروان أو عمر بن عبد العزيز؟ مين البطل؟ قلنا من؟ عهد الوليد، الوليد ابن عبد الملك رحمه الله. طيب، ولد عبد الملك بن مروان في البصرة ولا دمشق ولا المدينة المنورة ولا الكوفة؟ في المدينة المنورة. طيب، ها، يقع مسجد قبة الصخرة حاليا في دولة سوريا أو الأردن أو فلسطين أو مصر؟ في فلسطين، نعم. طيب، السؤال الثالث، يعلل الطلبة ما يأتي: اتساع رقعة أراضي البلاد الإسلامية في عهد الدولة الأموية. واحد يسأل عن كلمة رقعة، يعني مساحة، ليش مساحة الدولة الإسلامية البلاد في عهد الأمويين كانت متسعة كثيرة؟ بسبب إيش؟ كثرة الفتوحات. بسبب كثرة الفتوحات، ممتاز. طيب، نهي الإسلام عن العصبية القبلية، نعم، لأنها تؤدي إلى البغضاء ثم الحروب، تؤدي إلى البغضاء والعداوة ثم الحروب. طيب، السؤال الرابع، يكتب الطلبة اسم الشخصية المرتبطة بالحدث في الفراغات الآتية: نزل عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه حقنا لدماء المسلمين وجمعا لكلمتهم. من هو أبطال؟ أيوة، الحسن ابن علي رضي الله عنهما. ابن علي ابن أبي طالب حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أنشأ أول قاعدة بحرية للسفن في عهد من خلفاء بني أمية؟ معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. أحسنت. طيب،
أنشأ دارا لسك النقود الإسلامية. يعني إيش النقود؟ النقود يضع عليها شعار الإسلام، مثلا لا إله إلا الله، محمد رسول الله، من هو الخليفة؟ عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان. طيب، أعاد بناء المسجد الأقصى وبنى مسجد قبة الصخرة، من هو؟ نفسه أيضا عبد الملك ابن مروان رحمه الله. طيب، ها أسس مدينة القيروان وجعلها قاعدة لنشر الإسلام، من هو أبطال؟ عقبة ابن نافع رحمه الله، عقبة ابن نافع. طيب، قاد الفتح الإسلامية في بلاد السند، من فتح بلاد السند اللي هي باكستان حاليا؟ محمد ابن القاسم الثقفي. محمد ابن القاسم الثقفي. طيب، بعد ذلك السؤال الخامس، يضع الطلبة الأعمال الآتية في الجدول تحت اسم الخليفة الأموي الذي أنجزها. يعني هذه أعمال، ثمانية أعمال، وهنا أسماء الخلفاء، فنقرأ الأولى، أعطى المحتاجين حتى أغناهم عن السؤال. هنضعها عند مين؟ الوليد ابن عبد الملك. الوليد ابن عبد الملك. طيب، قضى على الثورات الداخلية، هذه فين؟ عند عبد الملك ابن مروان. طيب، وضع للمكفوفين من يقودهم ورتب لهم الرواتب، أيضا عند الوليد ابن عبد الملك. طيب، عزل الولاة الظالمين والعمال القساة، الخليفة الزاهد من هو؟ العادل، عمر، أحسن، عمر بن عبد العزيز. طيب، قدم القروض المالية للمزارعين، أيضا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. طيب، رتب الصوائف والشواتي، يعني حملات حربية للجهاد في سبيل الله، من هو الذي رتبها؟ أيوة، مؤسس الدولة الأموية، أحسن، معاوية ابن أبي سفيان. طيب، أنشأ ديوان الخاتم، أيضا مين هو؟ معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. آخر شيء، عرب الدواوين، يعني جعلها باللغة العربية بعد أن كانت أولا باللغة الفارسية، فجعلها باللغة العربية، اللي هو عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان. طيب، السؤال الأخير أو قبل الأخير، يرتب الطلبة الأحداث التالية. عندنا ألف، فتح الأندلس، خلافة أبو بكر، قيام الدولة الأموية. طبعا هنكتب الأول خلافة أبو بكر الصديق، نكتب فيها إيه مثلا؟ واحد، وثم قيام الدولة الأموية اثنين، وفتح الأندلس ثلاثة. طيب، عهد عبد الملك بن مروان، عهد معاوية بن أبي سفيان، عهد عمر بن عبد العزيز. طبعا المؤسس الأول هو معاوية رضي الله عنه، واحد، ثم عبد الملك بن مروان اثنان، وعمر بن عبد العزيز ثلاثة. طيب، إنشاء دار سك النقود الإسلامية، فتح أفريقيا، إنشاء ديوان الخاتم. ديوان الخاتم واحد، وبعدين إنشاء دار سك النقود الإسلامية اثنين، وبعدين فتح أفريقيا ثلاثة. طيب، السؤال الأخير، يستعين الطلبة بمصادر التعلم ثم يسجلون المطلوب في الجدول. البلدان، الأندلس، ما الاسم الحالي للأندلس؟ كما قلنا قبل ذلك، أسبانيا. نكتب هنا إيه؟ أسبانيا.
طيب إفريقيا تسمى حاليا إيه؟ تونس. تسمى إيش؟ تونس. طيب وادي لك، وادي لك دي برضو في الأندلس بس نسميها إيش؟ تقع في مقاطعة قادس، مقاطعة قادس. بلاد السند، ها كما عارفنا إن هي إيش؟ باكستان. باكستان. طبعا أعيد وأكرر فضل الدولة الأموية بأن لها أيادي بيضاء على الإسلام والمسلمين، منها الخليفة الأول معاوية بن أبي سفيان، وحبيبة بنت أم رملة، حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، منهم المجاهدون، منهم العلماء بني أمية فرحمهم الله على ما قدموا للإسلام والمسلمين. وإلى هنا ينتهي هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.